V/ sponsored the. Yes, it's V/ sponsored tournament. اللي هي دي كي والكواليفاير عشان كذا على القناة حقتها. يس. ما علينا. خشوا على الفيسبوك. ايه دول. زي وعناد خشوا على خشوا باتل فيلد. لا خشوا سريع بقول دام فاكينج ان. شيلني شيلني. الله يمس. Oh my God! Not not a safe of the Iman. Okay, بس عنده limit. Oh my God! Oh my God! ما قدر يتكلم. Okay, nice battle. حلو الدار حلو الريد كذا داش تعطيه just مجالتين. Stop. الله قال له ما في داون سماش خد. Fair. Bad guy. عمل guy in for some reason. بس لسه. اتوقع انه ما يلعب ضد كلاود كفايه. امين يا بس ذاتس انف. يس مع انه كان عنده الليمت بس ستيل نوت كوي ما يقدر يصير فيه. لا بس الليمت تشبك تخليه فاست فورورد ذير فور الفيرتيكال نوت باك حقه يكون طلع. اه بس واز ذات لوك يا صح اتس بزاف يعني 70 درجه 60 درجه زي كذا سو يا هو كمان مات من الزاويه اللي فوق. اوريدي استكان راح والشباب خاشين مره يس جيم متفجر كذا اي كلهم يبغون حرفيا الكلاود تفجر دوب مسكين ما ادري اذا عمار كان قاصد هذا ولا لا من الابدي يا سكيت يعني قال اف اتس نوت غانا هيت ام جاست غانا رن اواي حلوه انه ما سوى الفاست بول اثنين ما ضيعوا يا اخي بتصير سباجيتي غريبه سباجيتي كل ما خلاص هو جيم ياي اتوقع بوث اوف ذم كذا خلاص يبغون خلاص انا ابغى اضمن نفسي وخلاص لان اللوزرز مره صعب اللوزرز اصعب بكثير اللوزرز مره صعبه ايش ذا انا كنت اقول باقي ماتش واحد يفوزه الماتش هذا اسهل لك بكثير من اللوزرز يس انك تفوز هنا يا ولد اتس غانا سيف يو او ماي جاد هذه يمكن كان احسن ديفنسيف اوبشن شفته من جنيور ما زال صغير انه عارف زي سوى كان فيرست هيت وانجرب او صح هذه مالتي هيت رجع مسك الشيل ثاني مره كان سو سمارت انتم لو لاحظتوا زي عرف متى يفك الشيلد في نص الهاتف ما ادري كيف الكروس ابس حقات عماد مره ممتازه لاحظت؟ يا بس لسه يعني ما ادري هو للامانه ترى في فرق ستوك كان باكي اوكي باتشي فرق جيم كامج فرق جيم كامج يا فرق جيم كامج بس ستيل يعني هذه بيست اوف 5 يا جيم سيت بيست اوف 5 مو بذاك ماتش اكسبت مومنتم بس ات ذا اند اوف ذا داي يعني مين كان في الاول؟ ات ذا اند اوف ذا داي زي ميزة انه دزنت لوز يعني مومنتم حتى لو انه خسران وعماد جاي المومنتم حق الفوز فما اتوقع يفرق الجيم هذا مره كثير يعني. يا. ف بس حط بالك انه كمان يعني زي خسر تو ستوكس سو ات هيرتس ات داز هيرت فممكن تاثر عليه بس زي ما قلنا قبل شوي هي زي This is something he excels at. ف ما اتوقع انه بشوف تغير في اسلوب لعبه لا بالعكس ما هي could be determined انه يرجعها اللي يثبت كذا نفسه يثبت نفسه ايوه يقول لك انا كمان ابغى مقعد في دي كي مو بس ثامر يروح اوكي اوه بدايه قويه على طول من صفر ل 55 من البدايه كذا في اقل من 10 ثواني بس عماد بيقول ما في يقول لك جيم متفجر من البدايه كذا يبغى يخلص بسرعه كل واحد السيت هذا شكله خلاص دبل فير ايش هذا شيك سماش فور اوه ماي جاد عند الليمت يس بس كان عند الليمت كانت تكون مرعبه هي مرعبه بس كويس انه عنده الليمت لو ما كان عنده الليمت كان خلاص راح اول ستوك لي يا عماد او ماي جاد ذات سبايك وز خلاص هذه يا روح السوق الاول لصالح زي متفجر هذا من اوكي اب بي اوت اوف شيلد جاست جيت ذا فري دامج لانه اباكر ولا داش السايد بي حق الهيد ديتكشن في السايد بي للليدج غريب ما هو زي سماش فور عشان كذا شو اسمه مارس ونايرو صاروا ما يستخدموها رجع الحين انت از كلاود اتوقع انك كان المفروض ان
ما عندي وقت ما يخلي ليمت ما يجيب ليمت على نهايه ستوك زي هنا خلص زي ما استنى زي اول ما نزل فور نزل ما استنى الليمت يروح من وقته وما طلع هذا الانكسبيرينس ضد كلاود يس اللي مو قاعد يلعب ضد كلاود كفايه حب كيف انه عماد عارف لما بيشوف فرصه للبنش بيروح للشيء اللي يسوي جارانتيد جود امونت اوف دامج كذا بس يسوي كروس سلاش كذا هذا 3-20% اوه ماي جاد شارج اف سماش اوكي عشان كذا بقول لك المفروض ما يعتمد على السريعات فكر اليوم صار ما مسكت الليمت اوه ماي جاد زي هش وسوى شيلد بدون ما شوف الدم بي اوكي ما في شيء يس في دم بي زي ما توقعت اوكي باك اير من كلاود بتشيل الستوك او فير لا الدي اي كان شويه لا المفروض كان كويس انا احس ان عماد المفروض ينتظر شويه يقترب علينا يس على الستوك الجاي يكون معنا زي برضه ما يستنى زي برضه ما استنى وهي جيتس بانشت على انه ما استنى يس زي الستوك اللي قبله يا هلا وحتى التو ستوكس هي كذا انضرب من ال ليمت بي داون اوكي اب بي كويس الدي اي من عماد حلو يس داون هير هذا بس مش فاضي ليش يعني؟ انا ادري عماد راح اوه ماي جاد ما ما والله سباجيتي ايش السباجيتي هذا يا شيخ؟ لو سوى اف سماش اصلا ما كان كفايه ما كان يحتاج الا داون سماش لانه اف سماش توقع انه كان قتل الحزم عماد اوكي اوه ماي جاد حلو الدا اتليست نوت تو ستوك فور ناو وفي زي ما قلت فيل سوت سامس وذ ريج از سمثينج سكيري بس انا ما بعرف ريج بس الان مع عمي ايش بك الريج يبدا من 50 يبدا من 50 الريج يبدا من 50 وينتهي لا الريج يبدا من 50 وينتهي 51 اه اوكي ف انا مخي نادي شوي بس ما اشفر الكلام ده اصلا ما اشفر الريج كان اقوى انا بمخي انه 100 وخلاص لا 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 ايه ده من 50 اوكي لو كان بدأ نادر وانهاء ربي كان فيه اوه ماي جاد لو كان سوى كروس سلاش اوه باتشر تيكس ات يس هذه كيو اول صالح مات فور ناو هل زي بيبدا شكله زي بدا زي بدا هيز جيتنج ديفستيتد يس I wouldn't blame him, يعني. Yeah, of course you won't blame him. ما تقدر يعني خبرة الماتش وكمان أنت down 2-0 في الجيم في الما في الست اللي حيدخلك الدي كي ولا تنسى إنه الخسارة دحين يعني إنك حتتعب بزيادة. Losers stack. Yes. Losers stack. فهذا في سكايب نفس الدي. ف. تلعب بواحد يا رجعوا على نفس الستيج زي واحد من بي اس بيقول This is my territory مع انه ما هو بوكيمون بس اوكي 10 ثواني وصلت 57 خلاص تعودنا على الشيء امين اوكي خلاص انا ما مومنتم عماد مره عالي خلاص مع الليمت اوه أقل من نص دقيقة. زي واضح حد إنه توقف في لعبه. وهو ناس مرة. يا بس زي ما قلت لك فارق. هذا ست الجيم ده. مو بس حيروح عليك الجارتيد تزيد حتروح لل. يس. يعني زي ما قلت. Oh my god. عماد is on fire. يس. ما يروح زين هو. خلاص ما عاد صار يهتم يا خلاص كان يقول لا ابغى اجست ترايك تيك ذا لندن ادعمني وفكني عارف خلاص الرمى ابي ادعمني وفكني من الدنيا ادعمني وفكني من الدنيا ايش سويت في الدنيا قبل الموت بس الموت ما يبيني خلاص شنو الغلط اللي غلطيته والله بالفدا يا اخي واحد اوكي ايوه هذه يوميات بالفدا ما اتذكر بالفدا شنو الغلط اللي غلطيته؟ الله اسطورة بالفدا يا اخي. عندنا مدرس في الجامعة اسمه سيد فدا. طيب ليش عندك نيم حق بين الطلاب؟ والفدا. وبالفعل هو اسطورة زي عماد اللي بتقدم بليز توك. عماد بيقول I'm gonna take this seat with the style. I'm gonna take the style. عارف لو شحن جو او اب سماش كان غلط التليفون كامل وكانت ممكن تنهل. الدي اي كان مرة سيء من زي. Back throw, okay, down throw.
الحين نسوي له ابي يس لا وشو ابي يا عمي اي حاجه اي شيء ابي صادت الضربه النازله بس خلاص يعني قتلت قتلت وانت اوه يا تولد يا تولد يا ذا 3 ستار 3 ستار كريد ذس از even if Z was the most composed player, this is huge mental damage. Yes. الشيء هذا مو يعني لازم ياخذ وقت.